كويس اللي لقيت سبكه اصلا وبكلم حضرتك فيها. اصل المشاهد لا هي مشاهد من سينا، المشاهد دي في سينا. قول لي في مشاهد احنا صورنا في سينا جرعه سينا في هي الصور الجديده، يبقى احنا بنعرض الصور الجديده مظبوط. وصورنا في لبنان، صورنا في خلصنا الحمد لله جزء لبنان مهم جدا، خلصنا الجزء بتاع انا الجزء الاساسي اللي فيه بدايه الاسطوره. ايه اللي بيجمع ما بين لبنان وانا وسينا؟ هو جرعه الرعب اعلى من المرات اللي فاتت؟ هي مش جرعه الرعب زياده قد ما هو جرعه ال الاثاره يعني الغموض. يعني مش اثاره زياده طبعا، مش هتبدا تتحفظ انت دلوقتي عشان خايف تكشف اي حاجه. هو لا والله يا عم ما احنا اللي هنعرض ما تقلقش. لا ما انا هجي لك بقى. لا هتنورنا. لا اولا هتنورنا وهنبقى سعداء بيك، وزي ما قلت لك مشكله النجاح انتظار النجاح اكتر، بس ان شاء الله زي ما حققتوا انه الناس اتلفت على العمل في الاول والثاني، تحققوا ده بشكل افضل وبنجاح اكبر ان شاء الله في الجزء الثالث. يا رب يحفظك ويا رب يكرمك، ربنا يوفقك. وعايز اشكر طبعا الناس اللي تعبت معانا والله العظيم، يعني عايز اشكر المؤلفين، عايز اشكر امين جمال ووليد ابو المجد وشريف يوسف، وعايز اشكر بقى اخويا المخرج الكبير المبدع احمد سمير فرج، والمنتج الكبير استاذي واخويا عم صادق الصباح طبعا، المنتج اسلام المرسي. يعني الناس دي والله تعبت، دي ناس كلها حامله ختم الجوده والاتقان، فان شاء الله النتيجه هنبقى متاكدين منها ان شاء الله. مختلفة كل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب، ترجعوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا، واحنا مستنيينك بقى، هتنورنا باذن الله قريب.